يفكر في القادم من المواعيد. بينما هنا كرة للشماخ، سدد سدد يا شماخ وممكن الجول، والهدف يأتي أخيرا، الهدف يأتي أخيرا عن طريق اللاعب يونس بلندا. إذن على الصورة أيضا الموعد مع الهدف الأول لمصلحة المنتخب المغربي. احتجاجات من جانب عناصر منتخب النيجر، والتحية من جانب إيريك غريس. قلت أنه يفكر في القادم والقادم أصعب، وبرافو للجمهور المغربي كما كان الحال تتفاعل مع المنتخب المغربي في هذه المباراة، وتفاعلت مع هذا الهدف. الكبرياء يحضر، الكبرياء يحضر، الإصرار ممكن أحضر في هذه اللقطة. الشماخ استقبل الكرة، أحسن ما فعله الشماخ في هذه المباراة عندما دبر الكرة الماضية بشكل ممتاز. استقبال ثم التحضير ليونس بالهند الذي سدد مباشرة نحو المرمى. إذن هدف مقابل شيء لمصلحة المنتخب المغربي عن طريق اللاعب بالهند، الذي يؤكد الكلام الذي قلته بأنه نقطة مضيئة في خط وسط ميدان المنتخب المغربي من أجل الكبرياء ومن أجل إثبات للجميع بأن